من الأشياء الخطرة جدا هي قضية رش المبيدات الحشرية على الخضروات وعلى الفواكه، ولذلك نصيحة مهمة جدا للجميع حتى نزيل المبيدات الحشرية والتلوث الخضروات والفواكه لابد من تنظيفها، وحتى نعمل على تنظيفها بطريقة صحيحة لابد أن نتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى للتخلص من التراب ومن المواد العالقة ومن المواد الكيميائية لابد أن نغسلها بماء جاري، ونغسل الفواكه بماء جاري حتى نتخلص من هذه المواد العالقة والمواد الكيميائية. بالنسبة للخضروات لابد أيضا نغسلها ورقة ورقة بماء جاري حتى نستطيع أن نتخلص من المواد العالقة بها وأيضا المواد الكيميائية. هذه النقطة الأولى أو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهي خطوة مهمة جدا للتخلص من الميكروبات العالقة بها أو طفيليات العالقة بها لابد أن ننقعها بإضافة كوب من الخل في لتر من الماء، وننتظر لمدة 15 دقيقة، أو نستخدم كمان بيكربونات الصوديوم، 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم نضيفها إلى لتر ماء وننقعها كمان لمدة ربع ساعة. الخطوة الثالثة والمهمة بعد هذا النقع نأخذ الخضروات والفواكه ونغسلها مرة أخرى بماء جاري. بهذا الأسلوب نكون قد تخلصنا من آثار المبيدات الحشرية ومن الميكروبات والطفيليات التي تعلق بالخضروات والفواكه، ودمتم بخير.